الإعلامية نشوى الرويني، وين هالغيبة؟ أنا على طول موجودة. يعني أنت اللي بتجيش، بتجيش ليه؟ أنت موجودة طبعاً، عندك شركة ما شاء الله وإيفنتات ومناسبات، بس عن الشاشة وينك؟ ليه يعني العالم اشتقت لك، اشتقت لهالضحكة الحلوة. الله يسعدك، يعني الله يسعدك، بس بجد ما فيش وقت، ما فيش وقت. ال يعني اذا ما اعطيتش الظهور على الشاشه حقه في الوقت والمجهود انا مش قارئه. انت عارف اني بعيش الحياه في البرنامج او الموضوع اللي بقدمه، فاذا ما كانش عندي الوقت الكافي اللي اديه لشغلي امام الشاشه افضل ان انا ابعد لغايه لما يكون عندي وقت. يعني انت مش من، يعني انت من النساء يعني العاملات اللي يمكن مش انه بس هدفهم الرئيسي الظهور او يضلوا موجودين، يمكن بتشتغلي خلف الكواليس اضعاف ما بتشتغلي قدام الكاميرا. ما دي يعني في ناس كتير بيقولوا لي ازاي قادره تبعدي عن الشاشه واحنا لو بعدنا عن الشاشه نموت. لا لا، يعني انا عمري ما كان عندي الهوس ده. لو تفتكر قبل كلامنا واعم مثلا ما طلعتش على الشاشه 3 سنين، كنت بدير الام بي سي صح، فما طلعتش على الشاشه، وبعدين قدمت كلامنا واعم، بعدين وقفت بعد كلامنا واعم، بعدين قدمت برنامج نشوه. ما عنديش الهوس ده. لما يبقى في عندي الوقت وعندي الموضوع والبرنامج اللي احس اني اعمل فيه فرق او اضافه بعمله، انما ده ما فيش، لا افضل ان انا اعمل برامج من خلف الكاميرا واطلع نجوم جداد واقف وراهم لغايه لما يشدوا حيلهم ويبقوا يعني نجوم لامعه في سماء الاعلام. انا احب ده. خبرينا عن العمل اللي هلا انت عم بتقومي فيه حاليا. حاليا احنا بنعمل برنامجين لابو ظبي الاعلام، صباح الدار وعندما ياتي المساء، وهي برامج يوميه. البرامج اليوميه دايما بيبقى فيها تحدي لانه العمل فيها صعب، وبنسميها المفرمة، البرامج المفرمة، لأن يومياً أنت محتاج تملأ ساعتين في البرنامج الصباحي، ساعة في البرنامج المسائي، 3 ساعات يومياً على الشاشة. ده أكبر من الوقت اللي يمنح لكل الأخبار مثلاً في القنوات العادية. فأنت بتتكلم على مجهود كبير جدا، وعلشان تنور زي ما بيقولوا فمحتاج تركيز، محتاج فريق عمل قوي، والحمد لله ربنا وفقنا فريق عمل هايل، مذيعين رائعين، منهم مذيعين أول مرة على الشاشة فخورة بيهم. بعدين يعني اكتشاف الوجوه ده شيء جميل. يعني نفتكر كده، نفتكر الأسامي: أحمد الشجيري، منى الشاذلي، حسين العمري، يعني أسماء كتيرة جدا مرت عليا والله الحمد والشكر، دلوقتي بقوا نجوم في عالم الإعلام. ولسه كل شوية بنطلع نجوم جداد، وكل فترة بنغير وجه الإعلام بأفكار جديدة محدش كان يتوقعها، وانت عارف ان دي اللعبة اللي بحبها جدا. نشوى، يعني انت قديش الك غايبة عن الشاشة تقريبا؟ 7 سنوات. 7 سنوات، طبعا هذا الجيل اللي عم يطلع هلا، خصوصا السوشيال ميديا والعالم، يعني بتعرف انت يعني يوميا عم يطلع وجوه وعم تحرق اللي قبل، حتى اللي بتكونوا موجودين على الشاشة بس بيأثروا شوي على السوشيال ميديا بيختفوا. ما أثر شيء عليك هذا على صورتك؟ يعني انت الناس كتير تعرفك وتاريخ، يعني ما شاء الله، هذا الجيل الجديد ما حي يتأثر بأنه ما حيكون يعرف نشوى الرويني؟ لا، شوف، أنا مش هقدر أقول إن أنا الوجه الإعلامي لمثلا اللي بعمر 18 ولا 17 سنة، ممكن في حد فيهم ما يعرفنيش، أو أكتر حاجة مثلا بسمعها الوالدة تحبك، ولا كانت الوالدة تجلسنا ونجلس نشوف البرنامج بنبسط. دلوقتي في رئيس تحرير من صحيفة من الصحف المهمة قال لي أنت عملتي معايا لقاء وسنة 89، طبعا أنا مش فاكرة، يعني قال لي لا أنا كنت ساعتها خريج ثانوي وبسط. يعني شوف وهي العمر ده ما مش حاجة أخاف منها ولا استخبى منها، كل سنة بتعب وبذكريات وبإنجازات، بالعكس كل ما سنوات بتزيد دي حاجة تفرحني، حاجة ما خافش منها أبدا.
هل يعني الاعلام حاليا او شو عم بيصير بالاعلام هو كان احد اسباب انه انت ابتعدتي عن الشاشه؟ اقول لك من 7 سنوات لما جه الاعصار العربي مش الربيع العربي كان في حل من 2، يا استمر في اللي انا بعمله وده معناه ان انا انسانه مغيبه مش عايشه في الواقع اللي انا فيه وبغرد خارج السرب، يا اما اجيش لموضوع معين او لجهه معينه او لهدف معين. فاخترت الصمت. ساعتها كان قرار الابتعاد، كان قرار واخداه بعقلي وبقلبي 100%، فلتقل خيرا او لتصمت، فاخترت الصمت. مش مشتاقه هلا للشاشه او ترجع هيك؟ بما انه عم تعمل انت برامج وعم تصنعي نجوم اعلاميه، ما بيصير عندك حنين انه هيك تطلعي تعملي برنامج حلو تطلي من خلاله؟ انا زي ما قلت لك لو حسيت لحظه ان انا هقدر اعمل فرق في حاجه جديده هعملها. ما تنساش ان برنامج زي برنامج نشوه ولا برنامج بصراحه مع نشوه ولا صباح الخير يا عرب ولا مساء الخير يا عرب تغير فيه قوانين اجتماعيه. احنا كنا بنشارك في حملات قوانين اجتماعيه تم تغييرها بالفعل بسبب مشاركتنا الفعاله كاعلاميين. انا حاسه ان ده يعني ربنا وضعني في 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 المكان ده في الوقت ده علشان كنت اساهم في ده. فدلوقتي لو في حاجه اقدر اساعد فيها واساهم فيها وفعلا يعني اقدر اعمل فرق صدقني مش هقول لا. نشوى انت اخذتي على كم سنه من ضمن الشخصيات المؤثره؟ اكثر من سنه فوربس. نعم هذه السنه كمان الحمد لله. يعني في ناس يمكن ما بتعرف هذه الجائزة أو ما بتعرف هذا الشيء، خبرينا شوي عنه. شوف الحمد لله رب العالمين، يعني الجوائز أنا يعني بعتبرها نعمة كبيرة من ربنا علي. أنا موجودة في القوائم في معظم المجلات العربية والعالمية، بنتكلم في Arabian Business، CEO Magazine، Forbes، Hollywood Reporter، Variety، كل المجلات المهمة في عالم الإعلام وفي عالم إدارة الأعمال الحمد لله يعني موضوعة في القوائم فيها. في نفس الوقت لما ناخد جوائز الجودة من دبي في إدارة الأعمال ولا جائزة الابتكار من الإمارات ولا جوائز زي أفكار التنمية الأسرية على الأفكار الابتكارية الجديدة في المشاريع، الأفكار المشاريع الجديدة بعملها والحمد لله رب العالمين، دي حاجة يعني بجد تسعدني. هل أنا بدور على الجوائز؟ لا، هي اللي بتيجي ولما بتيجي انا بفرح بيها، وزي ما بيقولوا كده الجوائز بتجيب جوائز، لانه اول ما يحصل ريكوجنيشن او استحقاق من مكان ليه مصداقيه فمعظم الشركات الاخرى او المطبوعات الاخرى بتعرف انه هذا الشخص يعني دوروا عليه بيعمل ايه، واكيد بتساعدني في شغلي، اكيد بتساعدني في حياتي، لانه كل اللي بيشتغلوا معايا بقول لهم النجاح الهدف الاساسي في حياتكم. ما ينفعش ان احنا ننبسط ان نشوى اخذت جايزه، انما كل واحد فيهم ياخد جايزه، ولما بداوا الاقسام المختلفه يفهموا ده كويس وياخدوا جايزه في الماركتنج ولا ياخدوا جايزه في الجوده ولا ياخدوا جايزه في الحسابات ولا ياخدوا جايزه في الحمله الاعلانيه او الاعلاميه، كله بقى ناجح، كله بقى بياخد جوائز. طب هلا السوشيال ميديا، طبعا انت نحن كنا قبل السوشيال ميديا شغالين وكنا فايتين يعني مثل ما بيقولوا كانت طريقه الشغل مختلفه. السوشيال ميديا انا حاضره جدا على تويتر وانستغرام وفيسبوك، بس اكتر حاجه تويتر لانه قريب من قلبي، هي كلمتين وبس زي ما بيقولوا، سواء بالتعليق على يعني احداث معينه او ابدي رايي في حاجه معينه او انقل حاجات اللي اثارت اهتمامي في النهار. لانه اول حاجه بصراحه الصبح بعملها بعد الحاجات الروتينيه اليوميه هي تويتر، بشوف ايه اللي حاصل في الحياه، ايه اللي حاصل في العالم، كله خلاص بقى تحت ايديك، ما عدتش بتستنى نشره اخبار ولا بتستنى قناه اخباريه، انت كل العالم بيقول لك، بتشوف الحسابات الاساسيه اللي معروفه في كل دوله بتروح تراجع عليها، بتعرف ايه اللي حصل معاك في الحياه كلها، وبعد كده تبتدي نهارك وبتحدد انت هتهتم بايه النهارده، وده بيفيدك في الاعلام، بيفيدك في كل حاجه.
الفيسبوك لما بيبقى فيه حاجة ليها علاقة بالنوستالجا أو إنك تفتكر حاجة أو قصة طويلة أو حاجة ليها علاقة بالأصدقاء أو العائلة فيها يعني راحة كده واسترسال، ده فيسبوك. الانستجرام بعتبره أنه هو وسيلة الصورة بألف كلمة، بنحط فيها الصور اللي بحس أنها المتابعيني ممكن يهتموا بيها. إنما عمري ما فكرت مثلا ان انا بعمل ده سناب شات بعمله عشان الفلاتر، بحب العب مع عيالي بصراحه الصغيرين بنحط كل فلاتر الحيوانات، لكن سناب شات كسناب شات ما بحبوش لانه بيعزلني عن اي خصوصيه ممكن اتمتع بيها، وانا عيالي وعيلتي ليها حق علي، مش هدخل نفسي في عالم السناب شات، ما اقدرش. نحن هلا موجودين منتدى الاعلام العربي، طبعا كل سنه نحن بنشوفك هون موجوده 17 سنه، يعني 17 سنه. شو عم يتغير؟ طبعا في اشياء كتير عم تتغير، شو عم يتغير الاعلام وين رايح؟ شوف انا هقول لك حاجه، منتدى الاعلام في دبي، منتدى الاعلام العربي اعتبر ان هو بقى وجهه اعلاميه، وبقى بيعمل زي ما تقول كده الخطوط الرئيسية للخريطة الإعلامية العربية كل سنة. التوجهات اللي بتطرح والمواضيع غاية في الأهمية، والناس اللي بيجيبوهم يعني بجد ناس متميزين كل واحد في مجاله ومن مجموعة الدول المختلفة. السنة دي عملوا حاجة جديدة، حكاية الجلسات اللي هي 20 دقيقة وفي نفس الوقت جلسات الورش العمل، كان تجديد وتجديد حلو وإيقاعه سريع. الندوات يمكن كانت أطول وبالتالي ممكن تفقد حماسة الناس إذا هم مش مهتمين قوي بموضوعك، إنما العشرين دقيقة كبسولة مركزة، فأعتقد أنهم موفقين جدا في الاختيار السنة دي. أنا من يعني من أكتر الناس إعجابا بالأخت منى المري، بتتفوق على نفسها كل سنة، التنظيم رائع، كله بالمسطرة زي ما بيقولوا. الشباب اللي دربتهم على مدى السنين ما شاء الله خلية نحل، مجموعة من الشباب الإماراتيين بيخجلوك بأدبهم وذوقهم وحرفيتهم وقدرتهم على التعامل مع الضيوف من كل أنحاء العالم، وفي إيه وفي موضوع الإعلام، يعني اللي هو لو غلطت فيه الغلطة فيها بمشكلة، لأن الناس بتتناقل وسائل الإعلام. في نفس الوقت بتشوف المنتديات الممثلة في جميع أنحاء العالم جميلة وكل حاجة، لكن بالتنظيم ده وبالوعي ده وبالإدراك ده واستشراف المستقبل الإعلامي بالطريقة دي، منتدى الإعلام العربي أعتبره أصبح يعني علامة راسخة في عالم الإعلام. بالإضافة لكل هذا الشيء، أنت الأمي أوارد كل سنة أنت مسؤولة عنها بالشرق الأوسط، يعني أنتوا بتعملوا المؤتمر الصحفي والفنانين وبتتابعوا كل هذا الحضور، كمان خبرين عن هذا الشيء. الأميز الحقيقة يعني احنا عملناه 7 سنوات ورا بعض في أبو ظبي، الجولة التحكيم نصف النهائية، من أهم المشاريع اللي أعتز فيها الحقيقة إقناع الأميز أنه أبو ظبي تكون وجهة سنوية، أنه الحكام العرب يدخلوا دلوقتي بهذه الطريقة بهذه الأعداد كل سنة، لما بتاخد على الأقل 30 محكم عربي بيصبح اسمه في قائمة الأميز، وبالتالي بيعزموه دايركتلي على أمريكا وبيبقى في الكشوفات اللي عندهم ويعتمدوه كمحكم عندهم، أعتقد أن ده كان إضافة كبيرة، وخصوصا أنه ده فتح المجال للإعلام العربي أنه يشارك في جوائز الأميز العالمية بمخرجاته. يعني إحنا يعني عندنا الثقة في نفسنا أننا نشارك دلوقتي بالمنتج اللي عندنا في جوائز الأميز، وطبعا اللي بيحصل على الأمي وهي أهم جائزة للتلفزيون في أمريكا، أعتقد أن ده يعني جائزة كبيرة فعلا. والحمد لله تم انتخابي السنة دي اني اكون من ضمن اعضاء مجلس الادارة كمان، فده اعتقد انه ان شاء الله هيكون يعمل فرق شوية، لانه في النهاية ممكن اساعد الاعلام العربي بوجودي داخل المطبخ زي ما بيقولوا، سواء عن طريق المشاركات سواء عن طريق الترشيحات او عن طريق استحداث اشياء في الجائزة ممكن تخدم الاعلام العربي ان شاء الله. نشوى نتمنى لك كل التوفيق يا رب ومزيد من التألق والنجاح. الله يسعدك، شكرا لك على اللقاء.